يا أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. أنا هيثم مرسي ودي قناتي coinadbro.club وده موقعنا موقع ربحي. يمكنك الربح بالمجان أو بالاستثمار، يمكنك شراء باقات استثمارية بالربح الحلال، وكمان يمكنك الربح من خلال مشاهدة الإعلانات. يمكنك أيضا الربح من خلال وضع إعلان ليك لموقعك والربح من جوجل أدسون، وكمان بيع منتجات أو خدمات بير تو بير من خلال موقعنا، وكمان سحب بعملات رقمية، يعني كل حاجة one time investment for life. بس موضوعنا النهاردة مش عن كوينات برو ولكن عن شيرينبي. شيرينبي طبعا أنا شرحت في آخر موقع أو في آخر شرح الفرق بين شيرينبي والجي اس ام سي تقريبا على ما أعتقد، مش فاكر اسمه بالضبط، ووريت لكم الفرق بين شيرينبي والموقع التاني، ولكن الفرق النهاردة هيكون أكتر يعني وهيكون أوضح، فهشرح لكم جميع الخطوات في هذا الشرح بحيث تكون أنت كامل فاهم داخل وفايدة الموقع ده إيه وليه أنت لازم تستخدمه في هذا الوقت، ولماذا أنا أنصحك باستخدام هذا الموقع بالأخص للأسباب دي كلها. طبعا إحنا شايفين هنا اللي هو بيقول لك إيه كريبتو سيمبل، طبعا وهنا يقول لك إن كريبتو ميد ايزي اند سيمبل اوتوماتيد بورتفوليو مانجمنت، معنى اصح اللي هو اداره المحافظ. تمام، هو ده اداره المحافظ، ولكن اداره المحافظ بطريقه مختلفه، طريقه بروفيشنال، طريقه مضمونه. يعني مش هنروح نقول لواحد تعالى انا هعمل لك مثلا، شفنا ناس كتير على الانترنت بتقول لك انا هعمل لك اداره محافظ وكلام من ده. طبعا كل الكلام ده من وجهه نظري هو نصب، تمام، لان ما فيش حاجه اسمها اداره محافظ، هي في برامج بتدير محافظك من داخل منصاتك بدون اخذ اي عمولة منك ولا اي شيء، تمام. ولكن بتختلف لو انت عايز تشتري عضوية، ولكن بيقول لك ان في هذا الموقع انت تشتغل بالمجان بدون دفع واحد سنت. كل ما عليك اللي هو ربط موقع، ربط الاي بي والاي بي سيكريت بتاع المنصة وتشتغل على الموقع. زي ما شايفين هنا هو موقع محترف طبعا وموقع كبير ومشهور وليه ناسه وليه فريقه قوي جدا، وانا عملت فيه انترفيو مع السيو للموقع ده. شكل الموقع هنا عنده سبونسر، وكمان الحاجه الجميله اللي انا النهارده هنشرحها هي بيت مارت كمان مع شيرينبي، يعني هو في كل يوم في تحديثات وفي اشياء جديده جميله، اوتوماتيك اسيت الوكيشن ريبلانش وباك تيست سوشيال وتريننج وادوكيت اللي احنا نتكلم عليها، تعليم الاعضاء وبروفيل مانجمنت واندكس فونت، ويعني في اكتر من شيء، السكيورتي طبعا بالامان بتاعك، ولو انتم ملاحظين ايه المنصات اللي بيشتغل عليها او اللي انت تقدر تشتغل عليها هي كوكوين، باينانس، بيتريكس، كوين بيز، بولينكس، كوين هوبي، جيرماني، بي بوكس، بي تي سي، هوبي، وبيت مارت. طبعا بيت مارت يا جماعه نزل قريب جدا العرض بتاع الموقع، وزي ما شايفين توتال فاليو 250,000، يعني بناس بتتكلم بطريقه صحيحه وناس بتشتغل صح. هنا السوشيال بتاعه، والسوشيال ده مهم، الكوميونتي تليجرام والديسكارد وريديت تلاقيهم تمام، واوفيشال بارتنر. اوفيشال يا جماعه، اوفيشال بارتنر يعني هم ناس حقيقيين لهم اوفيشال، يعني كوكوين، كوين ستات، كوين تراكر، يعني ناس بروفيشنال يا جماعه. التيم طبعا زي ما انتم عارفين ميكائيل انا بتواصل معاه، هو البيزنس ديفلوبمنت انجينير، وده شخص محترم جدا جدا جدا. عندنا برضو السوفت انجينير، وعندنا كمان الليد سوفت انجينير، يعني ناس بصراحه ذو عقليه مختلفه طبعا، ومش عددهم كبير ولكن بروفيشنال. اوكي، وده شيء كويس جدا اللي انت تلاقي مواقع زي دي تقدر تساعدنا، وكمان في الوقت الوحش بتاعنا اللي هو في الكريبتو كرانسيز نقدر نستخدم هذه المواقع، وانا انصحك شخصيا اللي انت تستخدم هذه المواقع. طبعا التسجيل انتوا عارفينه طريقه سهله جدا، هنا بيقول لك ايه which is secure access your account، لازم او بينصحك اللي انت لازم تستخدم الا 2FA او جوجل فاكتور اوثنتيكيتور عشان تامن حسابك، تكون انت حسابك مضمون. تمام، مفيش اي حصل اي حاجه ولا حصل اي هاك ولا اي حاجه في الموقع، الموقع زي الفل وتمام وشغال بدون اي مشاكل. دخول على الموقع هنلاقي الموقع ده، طبعا انا شرحته المره اللي فاتت بدون الممبرشيب او العضويه بتاعته. في خلال هذا اشتريت العضويه من خلال الحساب بتاعي الخاص من الباي بال، وقمت بشراء العضويه. وزي ما انت شايفين لو انت رجعت ورا خطوتين هتلاقي ان انا كنت بوريك ان انا خسران في التداول بتاعي، صح يا شباب؟ النهارده انا كسبان في التداول بتاعي.
مع ان هذا مثال لبيترك زي ما شايفين 0.001 هو لا شيء لا شيء طبعا. $60 $50 انا بجرب عشان معكم. تعال نبص للشرط النهارده اليوم. طبعا شايفين يوم هنا بصوا اهو الشرط اهو كان نزل وفي صعود تمام. طيب اول نقطه مهمه لازم تعرفها وانصحك بيها اللي انت لازم تستخدم كريبتو يعني ما تبصش لسعر الدولار تمام. ليه يا جماعه؟ عشان في استراتيجيه تانية وفي شغل تاني وده اللي احنا هنتكلم عليه. معلش شريمبي هيكون شرح لمده يعني شرحين شرح لاني انا مش عايز اطول عليكم. هحاول اكون ملخص ولكن دي فلوسك فلازم تكون انت فاهم كويس جدا واكون شرحت لك المعلومه ودخلت جوه نغشيش دماغك بحيث انت تقدر تشتغل صح. انا هديك الطريقه الصحيحه اللي انت تقدر تشتغل بيها وتربح بيها وانت مرتاح البال. لا داعي لحسام هيثم حسين علان ولك حريه الاختيار تمام. النهارده من امبارح 0.18% ربحي وهذا اسمه ربح ولكن المحفظه بتاعتي. طيب ايه هي فكره الموقع؟ فكره الموقع يعني جميله جدا زي ما انتم شايفين. الموقع بيساعدك على الريبلانش اوكي. يعني ايه الريبلانش؟ اللي هو بيظبط لك الحساب بتاعك بمعنى صح، بيظبط لك الحساب اسبوعيا شهريا كل الكلام ده اللي احنا شرحناه وهنشوفه دلوقتي عشان يعني نفهم اكتر النقطة ازاي. ده مثال طبعا موجود في مواقع مشهورة طبعا بيوريك ان انت ازاي المثال. تعال نشوف المثال بتاعنا هذا. انت عندك في الحالة دي هو بيقولك انت عندك 25 انت معاك $100 انت معاك $100 من البيتكوين او من اي عملة زي ما هنا بيقولك تمام. المية دولار دول بيقولك اللي انت عايز تقسمهم لاربعة اسد. في الحالة الاربعة اسد انت هيكون عندك بيتكوين وإيثيريوم ولايت كوين واكسر ام ار اللي هو المونيرو تمام. يبقى احنا بنقسم انت معاك $100 ال $100 دول بيتكوين. انت عايز تشتري ايثيريوم لايت كوين مونيرو وتخلي معاك البيتكوين تمام. يبقى انت عايز تشتري اربع عملات. انا بشرح لك بطريقه سهله بس انت خايف ومش هتعرف تتداول ولو بعتهم هتخسر فيهم تمام. ولو تداولت وما عندكش خبره ال $100 راح يكون $80. طب اعمل ايه يا استاذ هيثم؟ اقول لك انا تعمل ايه بالظبط وهذا المثال راح يشرح ليك كل حاجه تمام. هنا بيقول لك انت لو معاك ال $100 حبيت تشتري عملة واحدة هتنقص فممكن بعد كده ممكن ترتفع ولكن بعد كده هتلاقيها نقصت تمام. زي ما انت قلت ايه انا هشتري $100 جبت بال $100 لايت كوين خسرت. بعد كده اللايت كوين قلت طب انا هشتري ايثيريوم او هشتري اللايت كوين بعته رفع جيت تشتري تاني خسرت فيه تمام. طب انت ايه دوت يعني؟ بص هو حساب بيطلع وحساب بينزل يعني انت فلوسك ايه؟ دي فلوسنا هي دي عملتنا الرقمية ما احنا بنبص عليها يوم فوق يوم تحت. طب انا اعمل ايه؟ طب في الحالة ديت انا عايز اشتري زي ما انت شفت كده اربعة اسيت مثلا. في الحالة دي هنقول اربعة ده 25% من كل حاجة. فالموقع بيضمن لك الطريقة ديت الصحيحة تمام عن طريق اكتر من طريقة سواء مجانية سواء مدفوعة تمام. اهو الريبلانش. الريبلانش هو عبارة عن تظبيط او اعادة نظام العملات الرقمية الخاصة بيك من خلال بطريقة الكترونية طبعا من خلال الموقع من خلال البرنامج تمام. وراح اثبت لكم الكلام ده دلوقتي بطريقه جميله جدا حقيقه يا جماعه. شريمبي بالنسبه لي افضل موقع تقدر تشتغل عليه حتى لو انت معاك مبلغ صغير وانا هثبت لكم الكلام ده امام حضراتكم الان اوكي. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك انا هثبت لكم دلوقتي خليكم معايا. بصوا انا معايا $51 يعني $52 امريكي 0.013 من البيتكوين اوكي. دلوقتي المثال ده بيقول لك اللي انت ممكن ستارت البلانش بيريد يعني انت ممكن تعمل انت هنقسمه 25 25 25 25. في الحاله اللي احنا قلنا عليها ايثيريوم بيتكوين لايت كوين ومونيرو او ممكن تقول كل 24 ساعه انا عايز بيتكوين كذا 20% كذا 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 حسب السوق. انت بتسمع اخبار بدل ما بتروح تتداول بتروح تقول للجهاز او البوت او الـ او الـ 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 البرنامج بتاع شريمبي انا محتاج ازود عدد الايثيريوم ومحتاج ابيع. وده طبعا استراتيجيه هفهمك عليها تمام. في حاله لو انت شغال بالمجان اوكي بتعرف ان مثلا البيتكوين النهارده بتشوفه اخضر زي الحاله دي تمام. هنا في صعود تمام. الايثيريوم كلاسيك طب انا هعمل ايه؟ هقوم بايع الايثيريوم كلاسيك واقوم شاري اكس ار بي. شايفين يا جماعه 0.92 0.80 ده خساره اللايت كوين. طب عشان اكسب ازاي؟ انا اللي رافعني النهارده هو الايثيريوم كلاسيك صح. بصوا يوريك اخبار الايثيريوم كلاسيك لو انتم شايفين معايا اخبار الايثيريوم كلاسيك على الاسيت والكلام ده كله بقى حاجه بروفيشنال وعجبني جدا 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 ولذيذ جدا 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 في طريقه عمله وسهل تمام.
زي ما شايفين هنا انت ممكن تعمل اكتر من اوتوماتيك ريبلانش او الوكيتد في 24 ساعه او كل ساعه لو انت حابب، تمام. وممكن كمان تقول انا اختار 25 هنا يعني الوكيتد، اوكي هو ده نفس الطريقه برضو. نرجع لموقعنا، تمام. عشان اشتغل عليه كل ما عليا اللي انا هخش على السيتنج، ومن خلال السيتنج هخش على اكسشينج. اوكي انا عندي في باينانس وعندي في بيتريكس. دلوقتي انا عايز احط مثلا بيت مارت، اوكي انا شايف ان بيت مارت هنا هو عامل لك عرض، فازاي انا احط بيت مارت؟ هنسجل في منصه بيت مارت، منصه جميله جدا، الفي بتاعها قليل جدا، فيها نظم جديد كده وهنتكلم عليها في شرح تاني، بس انا بديكوا كمثال دلوقتي. اوكي بعد ما اسجل فيها تسجيل عادي جدا، تعمل لوجين، لا مثال، اوكي دخلنا على اللوجين، بتخش على في الحالة دي بنخش على الاكاونت، كل حتة بنلاقي الاكاونت. الاكاونت هو عبارة عن اللي فيه كل حاجة مسؤولة عنك، تمام. بعد ما تخش على الاكاونت بتلاقي عندك تحت هنا، طبعا لابد من تفعيل اوراقك والكلام ده، ولكن ممكن تعمل على المنصة بدون تفعيل اوراق. هي نفس نظام الباينانس ولكن ليها عملتها الخاصة وكل حاجة، ولينا كلام عليها لو انت عاجبك السيستم، عاجبك الموقع، عاجبك المنصة، بس اكتب لي تحت وانا هقوم بعمل فيديو ليه. اوكي بنزل هنا للابي وبعمل سيتنج. اوكي هنا بيقول لي اوكي فون نمبر انيبل جوجل اوثنتيكيتور، انا لازم افعل جوجل اوثنتيكيتور عشان يقبل عندي اللي هو يفتح لي، يعني منصة بتدل ان هي مصداقية، لان بيقول لك لا او حط رقم تليفونك او فعل لي جوجل اوثنتيكيتور عشان انا افتح لك الخدمة دي، وده نحترمه طبعا على هذا، تمام. هنعمل سكان لل الكود، سيفناه بقى عندنا بيت مارت، هنحط الكود بتاع التفعيل، بوم فعلت الجوجل اوثنتيكيتور. اوكي هرجع للاكونت بيج مره ثانيه واخش على الابي من جديد. هنا بيقول لك الابي نيم، دلوقتي انا هسمي الابي نيم بتاعي هنا في الحاله دي شريمبس. اوكي شريمبي، اوكي هنا الابي بي ادريس اوبشنال. اوبشنال معناها انت ممكن تستعمله وممكن ما تستعملوش، انا انصحك ان انت ما تستعملوش. لو انت عايز معناها ان هذا الابي كارنت، الابي هو ده الابي بتاعي، بيقول لك ان الابي بتاعك دوت، وانت لو عايز انا ابقى عامل اوكي. هنا هتحط الجوجل اوثنتيكيتور مره ثانيه. اوكي طيب يا شباب، نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها علشان نبقى متفاهمين مع بعض وفاهمين احنا بنعمل ايه. اوكي هنا اهم شيء لازم نعرفه ان السكيورتي كي اللي قدام حضراتكم دوت هيختفي بعد مده ومش هتعرف تجيبه تاني، فكل ما عليك اللي انت لازم تسيبه. كل المهم دلوقتي احنا ناخد الابي تشيس، هنعمل كوبي، وحاجه جميله جدا 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 من بيت مارت اللي انت مش هتنسخه، هتعمل كوبي، هتخش على شيرين، بتكتب الابي كي نو، تمام، وهترجع تاني على بيت مارت، هناخد السكيورتي كي وهنحط نو، تمام. ممكن تعمل ابي كي نيم اللي هو مطلوب منك في هذا الحال، ابي كي نيم اللي انا سميته شريمبي. جيد هنعمل كونفيرم. بصوا انا دلوقتي هروح دلوقتي، اوكي هناخد ابي كي نيم بهذه الطريقه وهنعمل لينك. بصوا في الحال تم وضع المنصه بتاعت بيت مارت داخل الموقع شريمبي، حاجة جميلة وسهلة جدا، حاجة جميلة وسهلة جدا، تمام. طيب بعد كده هنقول ساي انا جبت لكم مثال ازاي تربطه مثلا منصة بشريمبي، انا رابط بيتريكس ورابط باينانس، وان شاء الله هيكون في فيديو تاني بعد دوت هتشوفوا ازاي تربطه باينانس طريقة سهلة، تمام. هنرجع للداشبورد بتاعتنا، انا هنا الداشبورد بتاعتي، تقدر تشتغل سواء بالمجان وسواء بالمال، انا انصحك ان انت تشتري الخدمه ولكن مش مهم. اوكي نطلع هنا، هنحدد هنا محفظتنا وهنشوف ازاي نشتغل على الموقع بطريقه صحيحه، تمام. ف تابعني بس في الفيديو اللي انت هتشوفه بعد نهاية الفيديو دوت علشان ما يكونش طويل، اللي هو الدرس الثاني، طريقة ربط الاسد بتاعك بالمحفظة وبداية العمل عليها بطريقة جيدة بدون اي مشاكل. فانتظروني ان شاء الله، لانه هو 15 دقيقة مش عايزه يكون طويل. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي انت هتلاقيه موجود مع الفيديو دوت. شكرا لكم.